21 من أيار مايو 2019، أهلا بكم إلى المشهدية. التدخل الأمريكي في فنزويلا هو ليس بالجديد. عدم إحراج الأنظمة العربية الموالية لأمريكا والمتحالفة مع إسرائيل. الأردن الآن في هذه اللحظة الحرجة بأن هناك خطرا وجوديا يتهدده. الرئيس مادورو والحكومة في فنزويلا استطاعت حتى الآن أن تحبط جهود الولايات المتحدة الأمريكية. رأيكم أنا بدك هون ولا هون؟ هون هون هون. وهذا يدل على أن هذا المسلسل يسجل حضورا لافتا في لبنان على تويتر. مستوى النقد كثير سيء بالبلد، مستوى النقد ما في عنا حدا متخصص عم يعطي رأيه. بيكون عندك أسئلة مشروعة بس بيكون عندك مش عم تسلطيها كنقد يعني. نعتقد أنهم مش محتاجين الدوبلاج، ولكن إذا كان هكذا ضرورة السوق كمرحلة أولى فلنمر عن طريق الدوبلاج. مهما يصير العراق دائما لازم يتقدم، يعني ما لازم نوقف بمكاننا. الأزياء الفلسطينية شيء جدا مهم وتراثنا الفلسطيني كمان جدا مهم، ولكن عم يسلم. أنا اليوم ما في حدا. أن هناك شعب حي ما زال مستمرا وقادرا برغم كل الحصار، ما زال قادرا على أن يقول لا. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. 27 من أيار مايو 2019، أسبوع جديد وحلقة جديدة من المشهدية. وفي مشاهديها الليلة، ليست مفاجئة ولكنها خطيرة، نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي ترفع تمثيل أحزاب اليمين المتطرف، والكل يسأل ما مصير الاتحاد؟ في الأسبوع الأخير من السباق الرمضاني، الليلة نبدأ باستعراض حجم التفاعل وشعور الناس تجاه الأعمال الدرامية عبر تقنية تحليل الداتا الرقمية. كيف؟ ستعرفون خلال المشهدية. المذاقات الرمضانية تصل إلى روسيا وطبق من بلاد الأباطرة والمطبخ الفريد. للمنشد في القدس المحتلة حكاية خاصة، رحلة مع مؤذن المسجد الأقصى. أوروبا إلى اليمين، لم تكن مفاجئة نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، ولكن كان بصيص أمل صغير يرتسم بأن تكذب التوقعات. كل شيء كان يشير إلى أن أحزاب اليمين المتطرف ستتقدم في انتزاع مقاعد إضافية في البرلمان الأوروبي. صحيح أن تلك الأحزاب لم تحقق غالبية، إلا أنها راكمت أعداد مقاعدها. في فرنسا مثلا، ماري لوبان تفوقت على إيمانويل ماكرون. مع الأخذ في الاعتبار الرفض الديمقراطي الذي عانت منه السلطات، فإن الأمر متروك للرئيس لاستخلاص النتائج اللازمة. هو الذي وضع مصداقيته الرئاسية على المحك في هذا التصويت بجعله استفتاء على سياساته وحتى على شخصه. في بريطانيا، انتكاسة كبرى للعمال والمحافظين وحزب نيجيل فراج، المنظر الأول لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتصدر. أريد تغييرا جذريا في شكل السياسة البريطانية. نظام تصويت قديم ومجلس لوردات سخيف، وجميع أنواع السلطات المحسوبية وتعيين أشخاص في اللجنة الانتخابية والخدمة المدنية إلى آخره. كل شيء يحتاج إلى تنظيف ويجب البدء من جديد. نحتاج إلى بداية جديدة كاملة في الحياة العامة في بلدنا، وهذا ما سنقاتل من أجله. أما في إيطاليا فماتيو سالفيني يتصدر بدوره نتائج الانتخابات. نحن الحزب الأول في بلد عظيم، وسنحاول الدفاع عن مصالحه في أوروبا، مصالح رجال الأعمال والعمال والأطباء والمزارعين الإيطاليين. سنحاول أن نعيد إلى أوروبا الحق في الحياة والحق في العمل والحق في الأمن وكذلك القيم والمبادئ. لقد أنكر أحدهم الجذور اليهودية المسيحية لأوروبا، وقد تعرضت للسخرية لأنني حاولت وأحاول من خلال عملي إثبات أن هناك إيمانا بمستقبل يجب أن يكون أفضل مما أعده البيروقراطيون والمصرفيون الأوروبيون لنا حتى الآن.
إنما برغم تلك النتائج اليمينيون والاشتراكيون ما زالوا يحصدون الغالبية. حزب الشعب الأوروبي حصل على غالبية مقاعد البرلمان متراجعا عن السابق، ووجد نفسه مضطرا إلى التحالف مع الآخرين. أجدد دعوتي إلى الاشتراكيين والليبراليين وأيضا إلى الخضر، لأنه مع مراعاة النتائج فإن الخضر هم الفائزون أيضا. أصبح الخضر شركاء محتملين، وأعتقد أنه يجب علينا أن نجلس معا وأن نحدد الآن خطط عملنا للسنوات الخمس المقبلة. وتماما كما قال وبر، فإن المفاجأة تمثلت في تقدم مقاعد الأحزاب البيئية في ألمانيا وفرنسا. تلك النتيجة كسرت قليلا من حصة اليمين المتطرف في مجمل مقاعد البرلمان. أمام تلك المشهدية نحن سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة: أولا، كيف يمكن قراءة تلك النتائج؟ ثانيا، ما تأثير ذلك في النتائج الداخلية في الدول الأوروبية للانتخابات المقبلة، وأيضا في نتائج الأحزاب الكبرى؟ السؤال الأهم، ما مصير الاتحاد الأوروبي؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، وهو المحلل في الشؤون الأوروبية أستاذ فيصل جلول، وهو ينضم إلينا من باريس. مساء الخير وأهلا بك أستاذ فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا لنا. الوضع العام أو الرؤية العامة لهذا البرلمان الذي أفرزته هذه الانتخابات لا يبشر بالخير برأيك؟ يدعو إلى القلق لأسباب عديدة، أبرزها أنه الثنائي الذي كان يسيطر على البرلمان الأوروبي، يعني الحزب الشعبي والاشتراكيين الديمقراطيين، فقد الأغلبية بهذه الانتخابات وبات عليه أن يتحالف مع الخضر أنصار البيئة ومع الليبراليين، وبالتالي صار لدينا في أغلبية البرلمان الأوروبي أربع كتل وليس كتلتين كما في السابق. هذا ينظر إليه بوصفه يعني فرصة للمزيد من الديمقراطية، وانظر إليه أيضا بوصفه نوع من التفتيت الذي يعني يصعب اتخاذ القرار في البرلمان الأوروبي. العنصر المفاجئ الثاني هو اليمين المتطرف كما ذكرت، ويجب أن ينظر إلى اليمين المتطرف ليس بصيغة واحدة يعني شكل كيف واحد. ذلك؟ كيف ذلك؟ اليمين المتطرف مختلف من حزب إلى آخر، من دولة أوروبية إلى آخر. هناك التيارات، بعض التيارات الشعبوية التي لا تشبه مثلا التيار اليمين الفرنسي المتطرف. هناك تيارات شعبوية عبارة عن رد، نشوءها كان عبارة عن ردة فعل وغير متجذرة، في حين أنه اليمين المتطرف بات إلى حد ما متجذر بفرنسا وبإيطاليا. بكل الحالات هذا اليمين المتطرف أو هذه المجموعات التي وصلت إلى عدد من الأصوات قياسي 200 صوت بالبرلمان، هي ثلاث فرق حتى الآن وغير قادرة على توحيد. تعتقد ذلك لن تستطيع أن تتوحد فيما بين هذه الأحزاب المتطرفة؟ خدي مثال، مثلا مارين لوبان مثلا وماتيو سالفيني. تمام. سالفيني هو اللي طارح حاله رئيس لهذا التيار. لوبان منا رضياني، اصلا كان في صعوبه بالاتفاق بين الطرفين من قبل. اذا في صعوبات بهذا المجال، هذه الصعوبات انا بعتقد ناجمه عن التفتت، عن مزيد من التفتت داخل البرلمان الاوروبي، وهذا التفتت كي يكون له هذا التفتت معنى ديمقراطي. استاذ فيصل، هذا التفتت هل برايك سينعكس على تصويت الاحزاب؟ يعني رغم ان لديها ربما عقيده ايديولوجيه واحده، او تعتمد على الشعبويه، او ترتكز على نفس القيم اذا صح التعبير، سيكون هناك صعوبه في ان تصوت لصالح توجهات معينه، حتى يعني في مشاريع القوانين التي تطرح والتي تحدد مسارات اوروبيه هامه ومصيريه. يجب أن لا نعطي البرلمان الأوروبي سلطة ليست له،
يعني صحيح أنه لديه سلطة تشريع، أحياناً يتخذ قرارات ليست ملزمة لأوروبا، الاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي يمكن أن يعين اللجان، ويمكن أن يعين المفوضية، ويمكن أن تكون له صلاحيات من هذا النوع، لكن أحياناً كثيرة لا يستمع إلى يعني ما يصرح به قادة الاتحاد الأوروبي، وليس لهم الوزن الكبير. يجب أن يكون لدى البرلمان سلطة أكبر حتى يكون الرهان على موازين القوى داخله أكبر من لكن مع ذلك يبقى أساسي ويبقى مهم. طبعا أستاذ فيصل، من يجدر به أن يقلق من هذه النتائج أكثر؟ يعني بدأت بكلمة القلق، هل الأوروبيون أنفسهم؟ هل الاتحاد، يعني فكرة هذه الفكرة الجميلة للاتحاد الأوروبي، وهذه فكرة تضامن يعني بين تلك الدول التي سادت علاقاتها حروب فيما مضى، أم أفراد أو مجموعات معينة داخل الاتحاد الأوروبي؟ نتحدث هنا عن بعض المهاجرين، الأفراد من ديانات متنوعة، هل هذه الأقليات، أنا لا أحب أن أستخدم هذا التعبير ولكن هي تعبر يعني عن، هل هذه المجموعات يجدر بها أن تقلق راهنا من هذه النتائج؟ هناك أسباب للقلق عديدة، وأعتقد أن هذه الأسباب هي التي رفعت مستوى التصويت في هذه الدورة إلى مستوى قياسي، إلى ما فوق 50%. وهذه النسبة التصويت غير مسبوقة منذ 30 سنة. لكن أسباب القلق مثلا الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على الاتحاد، ومحاولة تقسيم الاتحاد وأعطاء بريطانيا كمثال لما يجب أن يكون عليه الاتحاد، أي كتل غير متحدة، دول غير متحدة تهتم بالاقتصاد فقط. هناك ضغط آخر من المهاجرين الذين يأتون بسبب الحروب من الخارج، هؤلاء يضغطون على الاتحاد الأوروبي، ويشعر الأوروبيون بالقلق من هذا الضغط، ولذلك رأينا نسبة تصويت. أيضا أسباب القلق صعود اليمين المتطرف والشعبوي في أكثر من بلد أوروبي، وذلك نتيجة لأسباب داخلية لكن أيضا لأسباب خارجية. كل ذلك لا يساعد على استقرار في التوجه الأوروبي، ناهيك عن أنه المشروع الأوروبي عموما لم يلبي جانب له علاقة بالطبقات الفقيرة هذا تماما ما برز. نلاحظ مثلا أن حركة السطورات الصفر بفرنسا تطالب بانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي. فيعني أسباب القلق متعددة ومتنوعة المصادر، لكن القلق موجود، و هناك شعور بوجوب حماية هذا الاتحاد من هذه الضغوط. لكن حتى الآن هذا الشعور لم يتحول إلى إجراءات إلى الأمام من أجل المزيد من التوحد بسياسة دفاعية أو بسياسة خارجية أكثر قوة من ذي قبل. أستاذ فيصل، يعني في أكثر من جانب لنقاش هذه النتائج، ولكن هناك جانب يتعلق بالداخل في كل دولة. يعني مثلا نأخذ فرنسا، هل هذا مؤشر على تقدم لوبان على حساب ماكرون مثلا إذا في الانتخابات المقبلة، في أي انتخابات مقبلة ستحصل في فرنسا؟ أم لا نستطيع أن نسقط هذه النتائج على شأن داخلي فرنسي؟ يمكن أن نسقطها مع تحفظ بسيط، هو أن الاختراع في فرنسا لصالح اليمين المتطرف هو نوع من الاختراع الاحتجاجي. ليس اليمين المتطرف شيء بسموه فرنسا السيز، يعني ما عنده قواعد ثابتة في البلديات، في التمثيل المحلي، في التمثيل، يعني من اقترع اليمين المتطرف اقترع رغبة في اعتراض على سياسة ماكرون بطبيعة الحال، هذا واحد من الأسباب الكبيرة، وهذا يعتبر هزيمة لماكرون، والذي يعني جعل من فوزه بهذه الانتخابات
حمل اليمين المتطرف على التراجع جعلوا رهان شخصي حتى. وبالتالي هاي هزيمة له، لكن هذه الهزيمة هل تترجم بالانتخابات البلدية المقبلة والانتخابات المحلية والانتخابات الإقليمية فوز لهذا التيار قوي وكبير؟ هناك احتمال بأن يتقدم اليمين المتطرف ويمكن أن يسيطر على إقليم مثلا أو على بعض البلديات، لكن من الصعب أن نرسم له صورة بالقياس إلى نسبة التصويت في البرلمان الأوروبي. أستاذ فيصل عفوا أنا بس عم استعجلك لأنه انتهى الوقت بعد في دقيقة، ولازم أسأل عن مسألة بريطانيا. نايجل فراج يتقدم بحزبه الجديد بريكزيت، وهذا ملفت في الواقع. الأحزاب التقليدية المحافظين والعمال تقهقرت أيضا في الانتخابات التي جرت منذ أسابيع يعني ليست ببعيدة. هل هذا يعني أن تماما كما حصل في فرنسا ثنائية الأحزاب الكبيرة التقليدية ستنكسر حتى في بريطانيا على أعتاب البريكزيت؟ في بريطانيا له معنى يعاكس كل التوقعات التي كانت تتحدث عن إمكانية إجراء استفتاء آخر على البقاء في أوروبا مثلا، وأن تيار البقاء على أوروبا بات متغلبا. رأينا هذه النتيجة لتقول أن هناك ربما اندفاع للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه لا أحد يريد العودة إلى الوراء في بريطانيا، وبخاصة الفئات التي تبين التي تدافع عن الاتحاد، عن مشاركة بريطانيا في الاتحاد، والتي يعني كما رأيت حصدت نتائج سيئة في هذه الانتخابات. هل هناك خوف على الاتحاد الأوروبي بشكل سريع؟ الخوف موجود إذا ما استمر الاتحاد مبني على أرجحية المصالح الألمانية على ما غيرها، وإذا لم تتنازل ميركل أو تتنازل ألمانيا قليلا، بحيث أنه الاستفادة من هذا الاتحاد تشمل فئات واسعة كانت ما زالت محرومة إلى حد ما منه حتى الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل جلول. شكراً. المتخصص في الشؤون السياسية، واليوم قدمت لنا هذه القراءة في الشأن الأوروبي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس. مشاهدينا قبل أن نختم مشهد الساخن، ما رأيكم أن نتعرف سويا على أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة التي دخلت بقوة إلى البرلمان الأوروبي وفازت بعدد مقاعد لا بأس به؟ نشاهد سويا.
إذن مشاهدينا، هذه هي أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة التي دخلت إلى البرلمان الأوروبي في هذه الانتخابات الأخيرة. الآن سنختم المشهد الساخن، نتوقف مع فاصل قصير جدا ونعود بعده لنفتتح المشهد الرمضاني، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى المشهدية، والآن نذهب مباشرة إلى الدراما الرمضانية. هذا الأسبوع هو الأسبوع الرابع والأخير من شهر رمضان، كل الأعمال الدرامية تقريبا بدأت تأخذ حيزها، والحبكة لكل تلك الأعمال بدأت تتكشف أكثر فأكثر. هذا الأسبوع في المشهدية أحببنا أن يكون العرض مختلفا. طبعا اعتدتم علينا أن منذ أن بدأنا بشهر رمضان يكون لدينا كل نهار اثنين ملخص عن كيف كان التفاعل على السوشيال ميديا مع تلك الأعمال الرمضانية، الدراما المختلفة، من احتل المراتب الأولى في نسبة التفاعل. إنما الليلة سيكون وضع مختلفا، سنشرح تلك المسلسلات، وسندخل أكثر في عمق التفاعل مع كل واحد منها لنرى كيف هو شعور الناس تجاه المسلسل وأبطاله، وسنعرض أيضا الأرقام المتعلقة بالأبطال وليس فقط باسم المسلسل. تعلمون أن هاشتاج المسلسل هو أساسي، يعني يحصد التفاعل الأكبر، لكن أيضا اليوم سنتحدث عن الأبطال، من الأبطال الذي يحظى أيضا بالتفاعل، كم نسبة الريتش التي حققها كل بطل. واليوم سنتحدث عن كل مسلسل على حدة، سندخل أكثر في مضمونه، نقاط قوة هذه المسلسلات وأيضا نقاط الضعف التي فيها. لذلك سنعرض النتائج إنما مع الناقدة الفنية الزميلة رولا نصر. مساء الخير. أهلا بك رولا، تفضلي. رولا، أنت تابعتي يعني كل المسلسلات تقريبا؟ تقريبا أكيد. مش الكل، ما فيك تحضري كل شيء، بس أنه حضرت اسم كبير من المسلسلات. اليوم سنحصر الأرقام بخمسة مسلسلات فقط، هي مسلسلات الدراما العربية المشتركة. هنا لابد أن أشير مشاهدينا إلى أننا لن نعطي اليوم النتائج من هي المسلسلات التي تتصدر السباق الرمضاني، لأنه ما بقى عنا أيام يعني قليلة، لذلك سنتركه لآخر يوم من شهر رمضان. يعني هذه النتيجة النهائية عن أكثر المسلسلات تفاعلا في فئات مختلفة، كان في الدراما العربية المشتركة، الدراما اللبنانية، السورية وغيرها، سنتركها لآخر أيام شهر رمضان. فاليوم رح نتحدث فقط عن المسلسلات الأولى بالدراما العربية المشتركة، يعني خمسة ونص، الهيبة، الكاتب، ودقيقة صمت. وسنبدأ مع خمسة ونص. قبل أن نعرض نتائج، لا تكشفوا عن نتائج، سنشاهد بعض المشاهد من خمسة ونص. أنتوا لأمتى بدكم تضلوا تخوفوا الناس بأخباركم؟ لأمتى بدكم تضلوا تكذبوا على الناس بقصص صارت وما صارت؟ ما رح كذب عليك، وضعه صعب ودقيق، بس نحنا كلنا حده، وأنا شخصيا رح ضلني نايمة هون كل الليل. يا ست سوزان، يا ست سوزان، دخيلك شو عم تعملي؟ دخيلك يا ست سوزان، شو صار؟ جيبوا لي كل ثيابك كلهم. هذه بعض المشاهد من خمسة ونص، سنرى سويا نتائج هذا المسلسل ونجوم المسلسل. خمسة ونص، طيب الريتش الذي حققه لهذا الأسبوع خمسة ونص هو 600 مليون ريتش، دوبل عن الأسبوع الماضي. صحيح. الأسبوع الماضي كان 385 ريتش على تويتر، إنما هذا الأسبوع أحداثه كانت يبدو حارقة، فكان التفاعل معها كبير. سنشاهد فقط الأبطال، يعني ريت نشوفهم أيضا الأرقام فول سكرين بيكون أفضل. معتصم النهار هو حصل على نسبة تفاعل وريتش 20 مليون. قصي خولي بعد يعني بالمرتبة الثانية 32 مليون.
أما نادين نجيم فهي متصدرة بخمسين مليون. أنا مش حابة كتير أحكي بواحد اثنين ثلاثة يعني بتراتبية لأنه جميع الأبطال يساهمون في نجاح مسلسل أكيد واحد طبيعي. بس ظاهرة نادين نجيم أن تتصدر بخمسين مليون وسنرى بعد قليل هي متصدرة عن كل الممثلين والممثلات في الدراما العربية المشتركة. يعني إنجاز تحققه هذه الممثلة فعلا كل عام بعد عام 50 مليون ريتش على اسمها فقط لوحده. إذا مع 600 مليون ريتش لخمسة ونص بس نحن حبينا نحسم كمان عامل آخر هو الإفكتيفنس. يعني وين خمسة ونص عم يحصل على تفاعل؟ لا مش ببلدان هيدا اليوم مش حسبين البلدان حسبين السوشيال ميديا يعني البلاتفورمز تبع السوشيال ميديا. على تويتر 53% نسبة تفاعل لخمسة ونص وعم يحصد 44% على انستغرام. هون لابد أن أشير إلى مسألة أيضا رولا كتير مهمة. نادين نجيم من عناصر القوة أيضا عندها أنه في هاشتاجز دايما يرافقون اسمها. هاشتاج أفضل ممثلة لبنانية، هاشتاج نادين النسيم بن نجيم ملكة الشاشة وملكة الدراما العربية. وفعلا طريقة الأداء على السوشيال ميديا لنادين تدرس. شو رأيك وشو عوامل قوة نادين نجيم بالأول؟ هلا هي أكيد حدا كتير مشهور ومعروفة من قبل يعني ما أنه شي جديد على نادين نجيم. بس هيدي السنه بمسلسل خمسة ونص عطول الجميلات متهمين انه هن ما بيعرفوا يمثلوا، الجمال هو كان الباسبور تبعهم حتى يفوتوا على الدراما. بس نادين بمسلسل خمسة ونص فاجاتنا وفاجات كل العالم بادائها، كثير في تطور، كثير شغله على حالها، عامله مشاهد لاول مره بتعملها، اول مره عم نشوفها عم تبكي بهالطريقه، ومره نشوفها عم ترجف، عامله قصص كثير حلوه يعني مبين انه في شغل وفي تعب. ما بعرف إذا هذا الشيء بيرجع لقوة القصة أو لإدارة المخرج فيليب أسمر يلي عامل شغل بياخد العقل بمسلسل خمس ونص. كل هيدي العوامل أكيد بتأثر. فشفنا نادين بصورة كتير جديدة وكتير مختلفة عن القصص يلي شفتها قبل. كانت متهمة شوي بأنها كيف بدي لك انه الصوره الروتينيه يعني البنت الحلوه دورها حلوه لذيذه مهضومه بعدها الشيء بعدها لانه الناس بتحب اللقلقه بس كانه بالجزء الثاني من المسلسل لا حتى من اول المسلسل من اول انا تابعته كله يعني ما قفيت ولا حلقه بصراحه. كثير عامله شغل حلو نادين يعني شابوه على ادائها. يعني بعد الحلقه 15 تقريبا بدات احداثه تصبح مشوقه. مشاهد قصي خولي الأخيرة كانت أيضا حصلت كثير من التفاعل. كنت متوقع يمرق مشهد منهم بس يا ريت يعني بس ما احنا ما فينا كرمال حقوق النشر للأسف. أكيد طبيعي. ومعتصم النهار أيضا بدأ يبرز مزبوط دوله. كان على طول في هيك حكي على تويتر انه شو هالدور اللي اخده طالع بيشبه الموديل البادي جارد ما بيحكي. بس هو وقفته وتطليعته قد 10 حوارات انا برايي. يعني عيونه بيحكوا هيدا دوره. هلا بده يبلش يبين يتغير يعني الملفت قصي مش بحاجه نحكي يعني فعلا كان اداؤه حتى في باقي الممثلين يعني رولا حمادي طبعا رفيق علي احمد حتى علي نوال كامل بدوره كثير موفقه. بس بدنا نقول كمان امر مهم جدا بس بدنا نقول امر مهم جدا انه المواضيع التي طرحت في خمسة ونص كان عليها تفاعل كتير كبير. يعني مسألة العنف ضد النساء الخيانة حتى بالنسبة للغش وهيك كتير طرحوا مواضيع صراع السلطة والمال الفساد بلبنان كثير كان في عليها تفاعل بمضمون المضمون لانه الناس عم تتفاعل مع هذه الاحداث لانه احداث بتهم كل مواطن ان كان لبناني وان كان عربي. هذه قصص بنعاني منها كلنا الزباله والرشوات والفساد بالمستشفيات. ننتقل الان الى المسلسل الثاني وهو الهيبه الحصاد. طبعا لا يقول تفاعلا عن أكيد. الخمسه ونص ايش فرق كبير سنرى الريتش اقل من الخمسه ونص بشوي يعني 544 مليون اي فرق بسيط الريتش على تويتر بالمرتبة يعني الأولى سيرين عبد النور التفاعل على اسمها أو الريتش لاسمها 32 مليون أو لا بعد تيم حسن بالمرتبة يعني هن قريبين على بعض كثير 33 مليون يعني في مليون فقط فرق بالريتش بينهما على تويتر. إفكتيفنس لهذا المسلسل 50% تويتر عم يتفاعل العالم معه 46% على انستغرام. بدنا نقول انه هون كله هول مجموعا ما بيكون 100% لانه بيبقى في كسور شوي. قليله أكيد. على بلوجز ارتكلز مثلا مقالات وهيك. شو عناصر قوه الهيبه الحصاد بالجزء الثالث برايك؟ الهيبه الحصاد اكيد هو مسلسل ديجا بلش قوي يعني اخذ شهرته مع انه انا ما كثير بحب قصه الاجزاء الطويله والتطويل
بس لما بتعملي حبكه مضبوطه وبتغيري مطرح ما بتقدري تغيري من دون ما تنزعي كل التوليفه تبع المسلسل، اكيد بده يطلع شيء حلو. والناس بهمها تتابع تيم حسن لانه حدا من اهم نجوم الدراما، يعني هذا الشيء كثير طبيعي. واجا وسيرين لانه كمان صار لفتره غايبه، نجحت في هذا الرهان سيرين عبد النور؟ ايه طبعا طبعا اكيد. بتعرفي ممثلات كثير مثل العاده طبعاً. نفس الانتقادات طبعا نادين جيم نسمعها عن سيرين عبد النور انه الجميله يلي فاتت على التمثيل، هيدا الشيء مش مزبوط. يعني انا يعني تيم حسن فنان كثير كبير، ما بتصور انه بيقبل يمثل يوقف مع حدا ما بيعرف يمثل او انه قادر يعطي على القد. فنان كبير قادر يفرض شروطه. بس انا بدي اقول لك بالنسبه للمضمون التفاعل، مساله في حلقات مرت كان في كثير علاقه حب فيما بينهم، صح. بس العلاقه يعني ايه، فموضوع الخطبه او يعني موضوع الارتباط التحريرة والارتباط وكل هذا الامر، تحرير سيرين عبد النور يعني عم يحضر المسلسل بفهم شو عم بحكي، كثير صار في عليها تفاعل هذه المواضيع، صح. وايضا الحلقات اللي كان فيهم شاهين و رجعت شاهين وحبيبته روزينا لزقاني، كثير كان في ايضا تفاعل لانه مشاهد كثير مؤثره تماما. وعبد الشهيد كمان من الممثلين، في كمان مساله الانترفيو، صح، بين نور رحمه وجبل. ايه يمكن لو كان بقلب المسلسل المشهد هو حوار بين اعلاميه وشخص هربان من العداله اكيد ما كان لاقى هذا التفاعل، بس كان ملفت كثير انه هي حبيبته يلي عم بتحاوره ومش جاي لتعمل سكوب، جاي لحتى تشوفه لإله. حتى الاسئله والاجابات كان كثير حوار ذكي بال تمام. عم يشهد مقاطع من الهيبه الحصاد. يلا اذا خبروك اللي صار لي ساعه عم اتصل تليفوناتهم مسكره. كونوا في محل ما فيه رسالة عادية. فهميني شو صاير، شو عمل معك؟ الغلطة غلطة من الأول، ما فيك تلوم حدا. إيه وهيك الحل؟ لابد أن نشير أيضا في مسألة الهيبة الحصاد و 5.5 أنه في تفاعل من أكاونتس أو حسابات كبيرة، يعني في عليها عدد كبير من المتابعين. الحسابات بتعود لإعلاميين مؤثرين، حتى فنانين يعني فنانين. حتى فنانين عم يتفاعلوا. طب ننتقل إلى المسلسل الثالث وهو الكاتب. الكاتب حقق ريتش 142 مليون كما نشاهد هنا. كنت متوقع أكثر لأنه مسلسل كنت متوقع أكثر. هذا هو الريتش الآن اللي حققه، أحداثه ما تصاعدت، هذا اللي اكتشفنا فيه أكثر من خلال التفاعل. 14 مليون ريتش لبس الخياط، هلا بقول لك ليه هالأدوات الريتش. دانيلا رحمة 23 مليون. الإفكتيفنس للتفاعل مع هاشتاج الكاتب على تويتر 32%، أما التفاعل الأكبر على انستغرام هاي المفاجأة 63%. أنا هون كنت بدي أقول شغلة إنه مش دايماً هالأرقام هي مقياس النجاح على الأرض ولا نوعية المسلسل. أكيد هيدا نحن دايماً بنشدد، لأنه بكل بلد شيء، على كل موقع شيء، على فيسبوك لا هي مجموعة البلدان بالمناسبة. إيه أكيد. بس بتعرفي بس قصدي ممكن الناس تكون عم تحضر بس منا متفاعلة على السوشيال ميديا، صحيح. يعني بس هي وحدة قياس. إيه أكيد. يعني كيف أكيد. في عندك وحدة قياس للمشاهدة. مزبوط، صح. ليش بس الخياط 14 مليون؟ لسبب جدا بسيط، انه هو غير متفاعل، ما عنده يمكن ابدا اي تويت، صح. على موقع هو مش موجود على تويتر، صح. فهيدي ال 14 مليون هي لهاشتاج بس الخياط، يعني الهاشتاج فقط، يعني الناس عم تكتب عنه مش طبعاً. هو عم يتفاعل معه، صح. هو ابدا ما عم يتفاعل، مزبوط. لذلك بينما هون شوف الفرق، مثلا سيرين ونادين كثير متفاعلين على السوشيال ميديا، صحيح. يعني حتى بشكل يومي، يعني هيدا مهم ليفهمه الممثل كثير مهم، صح، انه بيساعد بوصول عمله، صح. اكثر عشان هيك عم برجع بقول لك انه مش مقياس، يعني انه اللي عليه تفاعل اكثر بتويتر هو بيكون يلي مشاهد اكثر. لاحظنا ايضا بموضوع الكاتب بتحليل السنتمنت للعالم او الشعور، انه كان في انقسام حول احداثه، حول اداء ممثلينه، يعني كان في انقسام حول اداء باسل خياط ودانيلا رحمه،
بتقييم اللي لهذا الأداء. لماذا برأيك حتى بالنسبة للقصة بحد ذاتها؟ يعني أنا بالعكس أنا كثير حبيت، أنا بحب هذا النوع من المسلسلات اللي عطول فيها غموض، مع أنه في ناس اعتبروا أنه في تكرار لتجربة تانجو، أنه كمان جريمة قتل وعم نعيش كل أحداث المسلسل حتى نعرف مين القاتل. نفس الجو بس القصة كثير مختلفة، وباس الخياط عامل دور من أصعب الأدوار. ساعة بتفكريه مريض نفسيا. أنا هيك بأدائه. إيه طبعا ساعة بتفكريه مريض نفسي، ساعة بتفكريه كثير محتال، ساعة بتفكريه ضحية، ساعة بتفكريه هو القاتل. كثير السيناريو مشوه لدرجة بتشكي بحالك أنه بلكي أنا اللي طلعت القاتلة. يعني أنا كثير بحب هيدا النوع، هيك الغموض ومين أنا بحب، ما بعرف يعني نشاهد. بس كأداء بس الخياط رائع. نجح يعني نجح المسلسل في هذه النقطة في تشويق ايه الناس. ايه طبعا اكيد كثير مشوق. نشاهد بعض المقاطع. اذا بتقرا التعليقات على الناس عم يسالوا اقول لكم فلان ولا فلان ولا ايه كل صحيح. يوم في هيدي الاسئله كل يوم بفكروا مع كل مشهد جديد ومع كل حلقه جديده. قتل البنت الصبيه اللي صح اللي تلقتها باول مسلسل مزبوط. فقر او مقاطع من الكاتب. كنت بفكرني ميت، هيك خبروني ولادين الحرام، وسألت عنك كثير، أخبارك كانت مقطوعة، وأنت أخبارك باللوش. لك في عندي رواية بدي غير لها العنوان، غير لها الغلاف، أنت بتقلب لي شوية أحداث وبتغير أسامي الشخصيات وبتحط اسمك عليها. أنت لحالك؟ لا، الحماية ماشي وراي. إيه منيح منيح منيح. رديتي شيء؟ لا ما رديت. مش انت قلت لي مريت على رقم غريب؟ هيدا بالنسبة للكاتب وباس الخياط ودانيلا رحمي هن ابرز دانيلا كمان عامله شغل حلو. ادائها عجبك؟ جدا رغم الانتقاد على بعض الالفاظ. هي لانه عايشه باستراليا كانت يعني. عندها شوية صعوبه باللفظ بس انه مع الوقت تتزبط يعني مش ما منها قصه. طيب نصل الى المسلسل اللي انت حابه تحكي فيه. دقيقه صمت. ما خليت تويت ما كتبتيه يعني ده بيستاهل لانه هذا المسلسل حقق معادله صعبه رضا اد والجمهور. نشاهد سويا دقيقه صمت. الريتش تبعه منه بقوه باقي المسلسلات. 95 مليون. انا بحس اللي بيغيروه مش ستيل مراهقين بيضلوا على السوشيال ميديا. هيك بتحس بحس. منه جماهيري يعني ولا مش منه جماهيري من اللي بيحضروه. منه الناس اللي بيتفاعلوا معك على تويتر. افكتفنس لدقيقة صمت 44% على تويتر 47% على انستغرام. عابد فهد بطل دقيقة صمت 13 مليون ريتش. هو كمان منه متفاعل كثير على اكونت كمان طبعا. بس بلش يتحسن شوي. ايه احسن من قبل. ستيفاني كمان جديدة على مزبوط تويتر مزبوط صح 10 مليون صح. ستيفاني حتى ما عندها كثير فولورز لأنه فاتحة الاكونت جديد جديد يعني ايه. صحيح يعني مزبوط. بس يقوى الاكونت وأيضا الريتش عندهم. لاحظناه أنه دقيقة صمت في كمان تفاعل من حسابات كبيرة يعني ايه. حسابات مثلا سالم زهران كثير كان متفاعل ايه. مع كل المسلسلات تقريبا بس أول ريتش لدقيقة صمت. هيدي بالمناسبة سنعرض فيما بعد أي حسابات قوت الدراما على السوشيال ميديا لشخصيات ولمؤثرين. ولازم نقوله أنه أيضا مضمون التعليق على دقيقة صمت كان إيجابي بشكل صح. كاسح صحيح. يعني يصعب أنك تلاقي نقد أو شيء اعتراض. عشان هيك قلت لك ما بتحسيهم مراهقين يعني عم بيتابعوا دقيقة صمت. شو عناصر قوة دقيقة صمت؟ كل شيء فيه قوي يعني من لحظة اللي بتبلش الموسيقى بتحس إنه أنت قدام شيء جدا مبهر. القصة على قد ما هي خيالية وعلى قد ما هي غريبة ومش ممكن تصير بالحقيقة، هالقد السيناريو والإخراج قانعينا إنه هيدي قصة حقيقية لدرجة فيها شيء واقع يعني بتحس فيها شيء. إيه بس إنه كثير صعب تصير الواقع إنه هو إنه إيه أكيد في فساد بالسلطة، في فساد ومن كان، وفي ناس بتعمل اللي بدها إياه بالدولة، هذا شيء أمر مفروغ منه، بس الأحداث القصة كثير غريبة تتنفذ بالواقع. يعني قديش ذكي هالشخص اللي كاتب السيناريو اللي هو سامر رضوان طبعا. في 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 مشاهد عن جد كثير صعبه كثير صعبه من ناحيه الحوار. انا حاسه انه بطل دقيقه صمت هو السيناريو الكاتب. والحوار أه. ايه
اكيد طبعا في نجوم كبار. عابد فهد انا من بالمناسبه يعني عابد فهد طبعا عامل شغل مخيف فير. كل حسب التعليقات يعني أكيد. انا طبعا مش عم بعطي وجهه نظر بس كمان في مثلا ستيفاني صليبا برزت بشكل جدي كممثله جديده مزبوط. هذه ابرز لانه اول مره بتتخلى عن الميك اب عن الشعر عن ستيل اللبس يعني لبسه اللبس اقل من عادي ولا نقطه ميك اب على وجهها وكثير مقديه حلو وانا لفتني انه باول 7 حلقات ما بينت بالمسلسل كثير قليل يلي بيقبلوا بهذا الشيء بصراحه وهيدا الشيء يحسب لها انه عارفه حالها مع مين عم تشتغل بعتبرها يمكن انه عم بتضحي شوي بس لحتى تلاقي بعدين لانه مش هينه توقفي حد عابد فهد وحد فادي صباح وحد اندريس كاف وجمال القيش يعني اساتذه بالدراما خالد هنا لابد من يعني ايضا اشاره الى ان كل هذه الاسماء تذكر بشكل ايجابي يعني خالد القيش وفادي صباح واندريس كاف يعني هذا المسلسل الكامل يلي ما بتلاقي فيه ولا غلطه بولا شيء عن جد حقيقه ورنا شماس يعني كمان لازم نقول يعني في مجموعه كبيره من يوسف حداد فادي ابي سمره مزبوط طيب ننتهي مع دقيقه صمت لليوم جربنا نحلل اكثر عناصر قوه المسلسلات وقبل ما نختم لازم نشوف مشاهد من دقيقه صمت لمن ايضا لم يشاهد هذا المسلسل بدي تقولي انه اللي شفتيه كذب بس انا اللي شفته مش كذب حتى لو كان صحيح بدي اياكي تقولي انه كذب شو بدك بهالحكي قلنا نصيب ليلتي ولا شوف وين سبحان الله بالسجن شو حرام سهيل انت نسيان انه هو قتل امي امك ماتت من قصه خيك من وراء قهرها على ابنها وماتت من وراء حبستها ومن قهرها على ابنها كل اللي علينا انه نشرحه هو تفاصيل يوم تنفيذ الحكم اما بعد الدفن شو صار هي مو شغلتنا اذا هذا بالنسبه لدقيقه صمت وفقره دراما تنتهي اليوم هيدا أول نهار من الأسبوع يعني الجديد. كل يوم رح يكون عنا عرض لمجموعة مسلسلات ونجوم وقدي حققوا ريتش على السوشيال ميديا وحصل تفاعل على أسمائهم شكرا جزيلا لك لانا نصر الناقدة الفنية والصحفية على أعطائنا كل هذه التقييم للمسلسلات مشاهدينا نختم الدراما وننتقل مباشرة إلى المذاقات الرمضانية إلى روسيا تحملنا الليلة المذاقات الرمضانية لنتعرف على طريقة إعداد طبق روسي يحضر مع الكافيار الذي نعلم أن أنواعه الفاخرة متوفرة في روسيا الشيف والبلوجر نور زيات ومهندس ديكور والبلوجر جورج أبو شبكي يأخذاننا إلى روسيا في تحدي مذاقات رمضانية نشاهد سويا مرحبا مرحبا كيفك اليوم؟ انا منيحة كثير انت تمام الحمد لله انت كيف؟ شو حاطة على الطاولة؟ حاطة كافيار؟ ايه حذاري بحب الكافيار حذاري شو حنعمل اليوم؟ من اي بلد؟ ليك انا اطيب كافيار اكلته ببلدين بايران وبروسيا حذاري حذاري طلع غير اشياء انا هدول المحلين عبالي كثير سافر عليهم بحس ايران بحس روسيا صح؟ روسيا عن جد مزبوط يا شو بدك تعملي؟ رح اعمل ميني بانكيكس مع كافيار وساور كريم كثير طيبه عن جد هن هيدا الميني بانكيكس اذا بتاكليها بروسيا مع الكافيار ما بتنسيها بحياتي ولا بدي اشوف اذا هلا رح تطلع نفس الطعمه مثل هونيك تحدي مثل العاده مثل العاده حابه تتحدي يلا بنبلش لك بنبلش اوكي
مصدق شو حلوين. صلنا على روسيا. تعرفي الماتريوشكا هي من أهم لاند مارك بروسيا ويلي كل الناس بتسافر وبتجيبها معها من روسيا. وأهم وحدة الترديشنال هي هيدا يلي لابس الزي التقليدي الروسي. هيدا روسية. هي هيدا أول روسية. ما تشكك بمصداقيتي بالغراض اللي بجيبهم. كمان عجبتها من روسيا. هيدا روسية كمان يا عمي عن جد بارم العالم. هي هيدا الزي التقليدي يلي معمول وهي تصنف إنه عندك المرأة يلي هي الرمز الأهم بالعائلة. فرجينا شيء أوريجينال فيها. بتشوف الشيء أوريجينال بتشوف هيدا إنه في بقلبها كذا لا هي فاضية. هيدا في بقلبها كذا دول صغيرة. وبنوصل على آخر وحدة. آخر عروس. آخر عروس يلي هي حبة رز صغيرة. فيها حبة صغيرة يلي. هيدا أصغر رشم دول. يلي هي sign of a newborn. إنه الولد الجديد يعني. مزبوط. إنه التيتا الأم الجنريشن. يلي ما عم نعرف إذا صبي ولا بنت. لأنه هو عادة هي بتكون مجبورة تكون مرة. بالأساس الكبير بس من جوا فيهم يكونوا صبيان أو بنات. والله عن جد هيدا معلومات حلوة كتير حلوة. طب هلأ نور حضرت هيدا الطبق البانكيكس مع الكافيار والساور كريم. استوحينا من روسيا. هين كتير. كتير هين كتير بريزنتاب كتير يعني عن جد بنصح فيه أنا بقوة. هلأ هو الأحلى أنه يكون الكافيار من روسيا كثير احلى. لانه الطعمه بتكون غير شكل. بندوق ان شاء الله هيدي تكون غير شكل. لازم تقولوا لي اجيب لكم معي كافيار. انت سفرتك ايه صحيح. يلا ذوقوا ذوقنا سوا نبلش فيك. يلا واو. لاحظت شغله انه بتحطي بالساور كريم شيء غير عن ساور كريم العادة من غير أو الكريمة الحامضة يعني بالعربي. بحب زدلها شوية توابل شوية قصص كمان إنه نغير الطعم شوي يكون سبيشل أكثر. جد كتير طيبة. صحتين. شكرا كتير نور. نتخنع على واحدة هلا. هلا بنعمل فايد. واللي بيربحها بيطلع له هيدا. لا رح خنقكم عليها من الأول هلا. ميرسي كتير نور وجورج كمان. ورمضان كريم مشاهدينا. إذن هذا بالنسبة للبانكيك مع الكافيار الروسية. الآن من المذاقات الرمضانية إلى المنوعات الرمضانية. الإنشاد في الشهر الفضيل له نكهة خاصة في القدس المحتلة. مراسلة الميادين هلأ محميد رافقت المنشد القزاز الذي يرفع الأذان أيضا في المسجد الأقصى مذ كان يافعا في مسؤولية توارثها أجداده منذ اسمعوا جيدا 7 قرون. كيف نشاهد ونعرف حكاية المنشد القزاز مع زميلتنا وجميلتنا أيضا هناء محميد. أنا أنشد من جيل يعني 7 سنوات تقريبا. الإنشاد الديني في بيت المقدس له ميزة خاصة عن غيره لأنك أنت تنشد في هذا المكان الذي سرى منه رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أين تعلمت الإنشاد وتلاوة القرآن؟ هل هذه فقط موهبة أم أنه يعني هناك عملية اجتهاد كذلك؟ لا والله هو اجتهاد وهي موهبة بنفس الوقت يعني وطورناها ونميناها في المعاهد وعن طريق التدريبات. أخ فراس نلتقي بك بعد قليل في رحاب المسجد الأقصى ترفع أذان العصر إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. عائلة القزاز تحمل إرث رفع الأذان في المسجد الأقصى منذ أكثر من 700 عام جيلا بعد جيل إلى وقتنا الحاضر. فأنا الحمد لله يعني رفعت الأذان وأنا عمري 14 عاما
أول مرة في المسجد الأقصى، والآن يعني طبعا بعد التوظيف الرسمي أنا يعني يوميا أرفع الأذان وأتلو القرآن في المسجد الأقصى. إذن هذا بالنسبة للمسجد الأقصى ورفع الأذان فيه. الآن سننتقل إلى خبر رمضاني لكن مختلف تماما. تحت شعار إفطار مياو وزعت مجموعة من محبي الحيوانات كميات من الطعام على القطط والكلاب الشاردة في القاهرة. طبعا خبر غريب للغاية صراحة، بس طبعا ملفت، لأن صاحب الفكرة مصطفى عبد العاطي عرض المبادرة على صفحته على فيسبوك داعيا المتابعين إلى المشاركة. المبادرة لقيت ترحيبا واسعا حيث شارك العشرات في أعداد الطعام وتوزيعه من أجل توضيح السلوكيات الواجب اتباعها مع الحيوانات وطرق التعامل معها، فضلا عن التعريف بحقوقها. القائمون على تلك المبادرة أكدوا أنها ستتواصل في محافظات مصرية أخرى من أجل إيصال رسالة إلى المجتمع بضرورة الاهتمام بالحيوانات. الله، هذا خبر يعني لازم نختم معه هذه المشهدية، وفعلا التفكير بكل الكائنات الحية في هذا الشهر يضيف ويعطيه قيمة أكبر، نظرا لطبعا القيم السامية التي يسخر بها هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا، إلى هنا تكتمل المشهدية لهذه الليلة. غدا نعود ونلتقي طبعا عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس الشريف. اكتبوا لنا على هذه العناوين التي ظهرت على الشاشة على السوشيال ميديا، إنستغرام، تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.